بعد كده هنكمل عشان هناخد ايه الادجكتيفز. ادجكتيفز اللي هي الصفات. يعني ايه الصفات؟ الصفات طويل، قصير، تخين، رفيع. الادجكتيفز عندنا اول صفه ادجكتيف اللي هي ايه؟ سمول يعني صغير، سمول صغير. عكسها بيج يعني كبير او ضخم، سمول صغير. بيج يعني كبير، سمول صغير. بيج كبير. بعد كده عندنا ثين يعني ايه؟ رفيع. ثين رفيع. عكسها الاوبزيت بتاعتها فات يعني تخين. ثين رفيع، فات تخين. عندنا برضو تول يعني طويل، تول طويل. عندنا عكسها شورت يعني قصير، شورت قصير. بعد كده عندنا يانج وار او يو ان جي. يانج يعني صغير شاب صغير. عكسها اولد عجوز. عندنا برضو سلو يعني بطيء. عكسها فاست يعني سريع، سلو بطيء. فاست سريع، سلو بطيء، فاست سريع. عندنا برضو بلاك يعني اسود، بلاك اللون الاسود. عكس اللون الاسود وايت ابيض WHITE وايت ابيض. من الاول تاني الادجكتيفز اللي هي ايه؟ الصفات. ايه هي الصفات؟ سمول صغير، بيج كبير، ثين رفيع، فات تخين، تول طويل، شورت قصير، يانج يعني شاب صغير في السن، اولد يعني رجل عجوز، سلو بطيء، فاست يعني سريع، بلاك يعني اسود، وايت ابيض.